السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في القناه الطبخ المغربيه. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نقدم معكم وجبه سهله جدا جدا وشعبيه 100%، كتوجد في الحين وزوينه في البرد وغنيه جدا وسهله في التحضير. وقبل ما نمشيو للتقديم ان شاء الله، كنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وتبارطاجوا مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده ان شاء الله على الجميع، وتابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. ما كاينينش المقادير بزاف، ساهله هادشي تبارك الله. عندنا الفول، البصاره ان شاء الله هذا الشكل، الفول الصغير نقيته بطبيعه الحال. عندنا ربعة الفصوص التومة، عندنا الماء. وجبة سهلة جدا ان شاء الله. دابا غادي نمشي نغسل الفول، نغسلهم مزيان وعاد نديرهم ان شاء الله. من بعد ما غسلت الفول، ها هو الفول على حسب المقدار ديالكم، اي مقدار بيتو. بسم الله، ناخذ الكوكوت وندير الفول. بسم الله، ندير الماء، ماء الروبيني بارد. غنزيد الماء باش يطيب الفول، غندير الثومه، غنمشي نحطها فوق البوطه ان شاء الله. شعلت على الكوكوت، نخليها ان شاء الله تتغلى ونعاد نسد عليها. من بعد ما غلات الكوكوت تجيب هذا الشكل، نسد عليها ان شاء الله. من بعد ما طابت البصاره تجيب هذا الشكل، زدت لها شويه الماء سخون، غنميكسيوها ان شاء الله. ميكسيها ان شاء الله. بسم الله، من بعد ما طحنتها نجيب هذا الشكل، كلشي طحن، الفول طحان والثومه حتى هي، كلشي داكشي طاب ان شاء الله. دابا ان شاء الله ندير لها شويه التوابل باش كنطيبها انا بطريقتي. من بعد ان شاء الله ندير التوابل باش كنطيبها انا بطريقتي. ملحه على حسب الذوق من طبيعه الحال، الكمون نديره بكثره، شويه الخرقوم، شويه التحميره، ها
نديرهم ان شاء الله في هذه السلافه، ندير لهم شويه الماء سخون بهذا الشكل. نخلط ونديرهم البصل ان شاء الله. نخلط باش نشجم العناصر كامله. نزيد شويه الماء سخون فاش يطيب العطريه، ها هي البصاره السهله. غندير فيها الفلفله، الفلفله حاره اللي كيبغي الحار. بسم الله. كتجي مع الفلفله رائعه جدا. غندير زيت الزيتون. بسم الله. جوج معالق زيت الزيتون. نخلط نسد عليها شويه تطيب ديك العطريه والفلفله يطلق النكهه ديالها، عاد نقدموها ان شاء الله. هيا البصاره ملي وجدات كتجي بهذا الشكل، دغيا كتوجد وصحيه جدا وزوينه في البرد سخونه وكله شعبيه 100%. كتجي رائعه جدا وزوينه وسهله. ان شاء الله نزيدوا لها الكمون. بسم الله. كمون بهذه الطريقه حيت البصاره كتجي مع الكمون. وغنزيد زيت الزيتون فوق الكمون. بسم الله. اسهل واروع ما يكون في البصاره، غنيه جدا. وندير الفوق الفلفله بهذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال البصاره ديالنا، كتجي بهذا الشكل رائعه وسهله. كنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وما تنساوناش باللايك. خليت لكم الراحه. بسلام عليكم.